ولما تكون تكون في انت دائما تكون محاط مثل ما قلت بالركيزه في طفولتنا، واول ما تبدا حياتنا ويبدا القطار ركيزه هي العائله على كل حال. بيان سور. كيفاش كانت علاقتك مع العائله؟ لانه يقول لك خاصه الاب دائما الولد يقول لك الاب يكون قريب من البنت، لكن بالنهايه عاده الولد يتاثر بزاف كذلك بالبابات، يا اما يكون قريب منه يا اما بالعكس يقول لك انا لاكاسور تاعي الاب يفهمني ما يفهمنيش. هل انت البابا كان مساندك انك تدخل الفن، ولا بالعكس قال لك خطيك روح لحاجه ثانيه؟ لا ما ساندنيش بزاف، خلاني ندبر راسي. وعاونني على خاطرش ما عاونيش. اوكي. كون عاونني جاب لي ربي سوغيتي سوغي با ايتي ان سيرفيس. مي الوضع تاع الصغر، ديجا في الصغر في عنا با الوالد كان بزاف في المسرح وكان بزاف يدير بزاف لي تورني. صحيح. دونك ما كانش بزاف حاضر. الوالده كانت حاضره بزاف وكانت استاذه في الثانويه، دونك كانت عندها اون بيداغوجي اون بسيكولوجي تري فورت اللي علمتني نتعلم، علمتني نشوف الدنيا، علمتني نكون دائما كوريو وماكسيموم. وكانت تشجعني دائما للتجربه، جرب سيء اغلط. جميله جميله. الغلطه سوفون اهم من النجاح، انه تتعلم منها وفينا. بيان سور. لانك تتعلم منها. النجاح ما تتعلم من عنده والو. النجاح فرحه يريحك، النجاح يقدر يريحك بس ما يعلملكش. صح. العكس هو اللي يعلم لك، المشاكل اللي يعلموا لك الدنيا. الاب كانت صوره، كنت فخور جدا بالوالد، يدير المسرح، يعيش حياته، كان عنده فكره قويه على الحريه، فكره قويه على الشخصيه، فكره قويه على كيف تقول رايك في الدنيا. الاب استصاع.